حضراتكم الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات كثيرة اتخذت يمكن من أيام من سنة 48 من أول ما فكروا ينشئوا هذه الدولة الصهيونية، وقرارات أمم متحدة وقرارات جامعة الدول العربية وقرارات في الداخل وقرارات في الخارج، ودول كثيرة بتساند ودول قليلة بتعارض. فإيه اللي بيحصل بالظبط؟ ومفيش حاجة بتتنفذ من الكلام ده كله. فده مطبخ سياسي هام جدا، وخير من يدلنا على هذا المطبخ هو أحد النشطاء وله تاريخ في الأمم المتحدة. يشرفني أن يكون معنا معالي السفير السابق بالأمم المتحدة وممثل للدولة العراقية الدكتور حامد البياتي. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ محمد. حضرتك بتدرس في جامعة فوردم. نعم. من أهم جامعات فوردم من أهم جامعات الحقوق في أمريكا وعلى مستوى العالم يعني. نعم، هي فيها كلية قانون لكن فيها كليات أخرى، هي جامعة في قلب مانهاتن. كويس. وأيضا لهم يعني مجمع آخر في برونكس. في برونكس. لكن أنا أدرس في لينكن سنتر في السيتي، يعني في داخل. في لينكن سنتر. أي نعم. أهلا وسهلا. أهلا بك ومرحبا. حضرتك موقف الأمم المتحدة من قرار رئيس ترامب زي يعني باعتبار أن القدس ما تكونش عاصمة لفلسطين، طبعاً كيف ترى هذا الموقف؟ طبعا الأمم المتحدة قرارات الأمم المتحدة كما أشرت أنه هناك قرارات كثيرة. أيوة. لكن أهم قرار اللي يخص القدس هو القرار 242 الذي اتخذ بعد حرب الستة أيام في عام 67. والله انا قرار 242 ده، انا اسف يعني بقطعك، ان انا فاكره وانا صغير 242 ده عمري ما انسى القرار ده. بالضبط. لحد دلوقتي لسه بسمع عنه ما حصلش. بالضبط. هذا القرار ينص على ضروره إن اولا على كل الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 67 وبضمنها القدس الشرقيه، هي اراضي محتله بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحده، ويطالب بانسحاب اسرائيل. كويس. ولهذا قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل يناقض القانون الدولي ويناقض قرارات الأمم المتحدة، وطبعا كل أيوة. كل الاتفاقات التي تلت تعتمد على قرار 242 وقرار 338 الذي تم تبنيه بعد عام 73 بعد حرب 73. حتى الاتفاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمت بناء على هذين القرارين. وهناك ايضا قرارات دولية صدرت سنة 67 باعتبار أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين. طبعا الفلسطينيين باعتبار أنها القدس الشرقية احتلت في عام 67 يعتبرون القدس الشرقية عاصمتهم ومن حقهم، وهي أراضي فلسطينية محتلة. كويس. وأيضا يعني بموجب قرارات المتحدة وبموجب أيضا اتفاقيات السلام اعتبروا قضية القدس الشرقية هي في المرحلة الأخيرة للمفاوضات. كويس. يعني وأيضا الأمين العام بعد قرار ترامب، الأمين العام للمتحدة، أكد أن قضية القدس الشرقية لا يمكن أن يتم تقرير مصيرها بشكل منفرد، وإنما يجب أن تتم بالتفاوض والتوافق بين الفلسطينيين وبين الأطراف الأخرى. وبالنتيجة ففلسطينيين والعرب والمسلمين جميعا يتفقون على أن القدس الشرقية هي العاصمة الفلسطينية. كويس. بس يعني إحنا كعرب وكفلسطينيين وكعرب بصرف النظر طبعا عراقي مصري فلسطيني سعودي مسلم مسيحي، كلنا عندنا نفس التفكير نفس وجهة النظر إن القدس عربية وبيحميها الشعب الفلسطيني ولابد أن يكون عاصمة الدولة الفلسطينية. صحيح. ولكن كيف ترى موقف الفلسطينيين والدول العربية؟ يعني إحنا لحد دلوقتي كنا بنشجب ما حصلش أي حاجة، يعني من سنة 48 لحد النهاردة ضربوا عرض الحائط بجميع قرارات الأمم المتحدة وبينفذوا اللي هم عايزينه وهم اعضاء في الامم المتحده. فيعني ازاي يعني بال67 كانت هناك نكسه. أيوة. لكن بال73 في الحقيقه كان الجيش انتصار. المصري حقق انتصار طبيعي،
وبالتالي يعني ولهذا القرار 338 الذي أعقب حرب 73 وقرار 242 قرارين أساسيين في للأمم المتحدة، وبناء على ذلك تقرر مصير القدس. أما الدول العربية طبعا مع الأسف هناك حالات انشقاقات وصراعات داخل الدول العربية، ولا بد أن تتوحد الآن. أنا يعني أأمل أن قضية قرار ترامب والقدس يمكن أن توحد العرب وتوحد يعني المسلمين جميعا. يعني إحنا نتمنى ده، يعني أنا من ساعة ما تولدت لحد النهاردة وإحنا نفسنا الدول العربية توحد. يعني لحد دلوقتي مفيش يمكن سنتين مروا مثلا خلال الخمسين سنة اللي فاتوا إن الدول العربية تتحدت مع بعض، إلا وفي دو يعني خمس ست دول عشر دول في اتجاه وباقي الدول في اتجاه تاني. فده للأسف يمكن ده بيضعف من قوتنا. أنا أعيدك، لكن هناك معطيات جديدة. أيوة. هناك حقائق على الأرض جديدة. أولاً هذا الموضوع يمس مشاعر جميع العرب والمسلمين، رقم واحد. رقم اثنين، الشعوب لم تعد مثل السابق. كويس. الآن مرحلة الشباب، الشباب أصبحوا يتحركون على الأرض ويفرضون الأمر الواقع. كويس. أنا أتوقع أن قرار ترامب سيحرك الشارع الفلسطيني، وقد فعل. يعني بدأ الفلسطيني الآن انتفاضة، وهذه الانتفاضة لن تكون انتفاضة قصيرة، أنا أعتقد أنها ستطول لأشهر إذا لم يكن سنوات. وأيضا بس الشعب مجرد من أي يعني مش عايز أقول أسلحة، لأن إحنا مش عايزين عنف، ومجرد من أي إمكانيات. هناك حلول سلمية. غاندي حارب الاحتلال البريطاني بطرق سلمية بدون سلاح، وتمكن من هزيمة الاحتلال البريطاني. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. يستجيب القدر، مفيش كلام. أنا أعتقد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ستتحرك على مختلف الأصعدة وفي جميع المستويات وفي كل المحافل الإقليمية والدولية. يعني هناك تحرك في الأمم المتحدة. أنا اليوم كنت مع السفير الفلسطيني المصري السابق ماجد. أيوة. عبد العزيز. أيوة. اللي هو ممثل الجامعة العربية. ماجد عبد الفتاح. ماجد عبد العزيز. آه. اللي هو كان سفير مصر في الأمم المتحدة والآن ممثل الجامعة العربية. ناقشنا هذا الوضع، وأيضا إن شاء الله يعني إحنا عندنا أمل بالله وعندنا أمل بشعوبنا مهما طال. طيب حضرتك بمناسبة جامعة الدول العربية. نعم. فين جامعة الدول العربية؟ هم بيعملوا ايه في جامعة الدول العربية؟ الجامعة الدول العربية طبعا حصل فيها ضعف وانشقاق، لكن ستبقى إطار يجمع جميع الدول العربية. وأنا أضرب لك أمثلة في الأمم المتحدة. أنا لما وصلت في الأمم المتحدة المجموعة العربية أيضا كانت ضعيفة. تحركنا وتمكننا من تشكيل كتلة، هي كانت تجتمع لكن ضعيفة، تمكننا من تكوين كتلة وكان لها أثر كبير في التحرك في الأمم المتحدة. حققنا إنجازات، لكن بشكل سريع، رقم واحد كانت فلسطين منظمة مراقبة. تمكننا من إصدار قرار في الهيئة العامة جمعية الأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة مراقبة. طبعا هناك دول رفضت، منها أمريكا، لكن هناك دول مثلا كندا. جاء وزير الخارجية الكندي إلى الجمعية العامة المتحدة وألقى خطابا يدعو الناس إلى عدم التصويت في دعم الاعتراف بفلسطين كدولة. ثم بعد ذلك كندا رشحت لعضوية مجلس الأمن مجموعة العربية وقفت ضدها وخسرت كندا بسبب منصب في الأمم المتحدة. صحيح. فحققنا إنجازات في الأمم المتحدة، وكذلك فيما يخص المستوطنات صدرت قرارات من مجلس الأمن، رغم أن أمريكا كانت تستخدم الفيتو، لكن صار ضغط على أمريكا ولم يعني امتنعت عن التصويت لكن لم تستخدم الفيتو، وصدر قرار بإدامة المستوطنات. فالمجموعة العربية 22 بلد، والمجموعة الإسلامية 57 دولة لو اجتمعوا يشكلون في الأمم المتحدة الدول العربية أكثر من 10%، والدول الإسلامية أكثر من ربع دول العالم، وبالتالي يمكن أن يؤثرون تأثيرا كبيرا. طيب يعني حضرتك يعني اللي بيحصل ده، أنا مش عايز أحبط من هذه المجهودات، ولكن ده كله قرارات وحضرتك زي ما قلت، وكندا لما رئيس وزير الخارجية الكندي دعا لعدم دعم فلسطين، المجموعة العربية وقفت ضده ولم ينجح في مجلس الأمن. ولكن كل ذلك داخل أروقة الأمم المتحدة، داخل أربع حيطان.
الشعب الفلسطيني ما زال بيعاني من المستوطنات، من تهجيرهم من بيوتهم، اغتصاب أراضيهم، معاملتهم معاملة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، أحيانا محاصرتهم ومنع الأكل ومنع الكهرباء ومنع يعني أقل وسائل الحياة. وإحنا يعني بنتكلم في أروقة أمم متحدة، في أروقة جامعة الدول العربية. فهل يعني حضرتك تتفق معايا أن إحنا لابد أن إحنا نفكر بطريقة مختلفة لنصل لنتائج مختلفة؟ يعني على صعيد التحرك الدولي مثلا أوروبا، هناك مبادرة فرنسية بلجيكية للرد على قرار ترامب. حقيقة أوروبا يعني بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، السويد، بلجيكا، هولندا، كل هذه الدول رفضت قرار ترامب. والدول العربية والفلسطينية يجب أن يستغلوا هذه الفرصة في تكوين محور دولي. يعني كل دول العالم يمكن يعني من اللي حد الآن ما عدا أمريكا فقط دولة واحدة أوروبية أيدت، لكن الأغلبية هذه فرصة للتحرك السياسي. طيب العراق يعني لها باع كبير طبعا فيما حدث، وأول الدول العربية اللي بدأ بيحصل فيها الانهيارات، ويمكن كانت بداية وبعد كده حصل تتابع. فصدر تصريح من وزير الخارجية العراقي بأنه لابد أن احنا كعرب وكجامعة دول عربية لازم يكون عندنا قرار قوي باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل. هو ما حصلش حاجة زي كده، هو في الاجتماع الأخير الجامعة ما حصل، لكن في السابق كان هناك قرارات تسمى بالمقاطعة. أيوة. قرارات المقاطعة. أيوة. هذه القرارات مع الأسف بالتدريج أصبحت يعني صار تمييع لهذه القرارات وإضعاف لهذه القرارات. الآن بعد قضية القدس يمكن أن تعاد وتنشط هذه العقوبات، المقاطعة ضد إسرائيل، كل البضائع الإسرائيلية، كل المنتجات، وحتى الشركات التي كانت تعمل في إسرائيل كانت تمنع من العمل. مظبوط، هو ده اللي المفروض يكون. ولكن المقاطعة مش ضد أمريكا، لأن إحنا لو إحنا بنقول إن إحنا نقاطع منتجات أمريكا إحنا بنضحك على نفسنا. إحنا عايشين في أمريكا، إحنا أمريكان، يعني أنتوا كأن الدول العربية هتقطعنا، ما ده اعتقد انه لا يصح. لا يعني هو هناك شركات بديلة، خلنا نقول شركات اوروبية، شركات صينية، شركات، هناك شركات دولية كثيرة. يعني الشركات الامريكية يعني ليست هي الشركات الوحيدة في العالم رقم واحد، اضافة الى ان الشركات الامريكية بصراحة يعني عادة اسعارها اغلى من الشركات الاخرى. لو تقارن بالشركات الصينية مثلا او الكورية ارخص بكثير في المقاولات. صحيح. في الاشياء الكثيرة يعني. يعني هناك فكرة ان في دولة مدعومة وانه صعب جدا ان احنا نستطيع ان احنا نحتج على هذه الدولة، طبعا دي فكرة اعتقد ان هي وهمية. يعني احنا نقدر نحتج ونقدر نوقف دولة عند حدها، لما تكون دولة واحدة ضد او دولتين او ثلاثة ضد العالم كله، اعتقد ان عملية ان احنا بنقول ان احنا ما نقدرش ان احنا نقف قصادهم دي يمكن فكرة وهمية. اكتشفنا ان هي وهمية، ولكن بالتفكير الاستراتيجي السياسي والتخطيط المضبوط. انا اعتقد انه كل شيء ممكن، لكن يحتاج تخطيط كما اشرت واستراتيجية، ويجب ان نفهم كيف نلعب اوراقنا. احنا لدينا اوراق سياسية، لدينا اوراق اقتصادية، ممكن ان نضغط. العالم معنا الان، هذا يجب ان تستغل هذه حالة الزخم الكبير الآن في العالم لرفض هذا القرار، وحتى ممكن نضغط على أمريكا. أجيب لك مثال. طبعاً طبعاً. أضرب مثل واحد، لما ترامب تبنى قرار منع الهجرة دخل العراق، نحن ضغطنا وأمريكا تراجعت وأخرجت العراق من قائمة الدول. صحيح. العربية والإسلامية التي منعوا. هو ده الصح. صار ضغط. يعني ده المفروض. نعم يكون. صار ضغط على أمريكا وتراجعت أمريكا. طبعاً. وإحنا كعرب هنا في أمريكا عددنا قد يتعدى 10 مليون عربي، يعني ممكن يكون لنا تأثير كبير جدا. يعني احنا ممكن نعمل اللي احنا عايزينه كله. طبعاً. ولكن بلا عنف. طبعا. لا بلا كلام ملوش اي معنى. لابد ان احنا يكون عندنا استراتيجية في التفكير. صحيح. يعني مثل الاعلام، انت حضرتك تطرح هاي القضية، لو الاعلام العربي يركز على هذه القضية ويطرحها بشكل جيد، يعني مع الأسف بعض القنوات العربية لم تغطي هذه القضية
بالمستوى المطلوب. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا انا مش بقول كده، يعني انا يعني انا مش حاجه بسطاني يعني مثلا او كده، احنا البرنامج العربي الوحيد اللي هو يعني غير الاخبار، البرنامج العربي الوحيد اللي بيناقش القضايا الاجتماعيه وقضايا المجتمع العربي بامريكا وخارج امريكا، هو احنا البرنامج بتاعنا ده الوحيد اللي موجود فيه على مستوى امريكا وكندا. صحيح. اتمنى ان يبقى فيه من البرنامج ده 10 برامج، اتمنى يبقى فيه دعم، اتمنى ان احنا ناخد وقت هوا ونشتري من قنوات السي ان ان والاي بي سي والسي بي اس وفاكس. صحيح. رغم ان احنا يعني كثير من العرب مستثمرين في هذه القنوات. نعم. ولكن لابد ان احنا يكون لنا يعني قوه اقتصاديه. فمن هنا عايز اسال حضرتك، كيف ترى دولنا العربيه امكانيتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا؟ الدول العربيه لو جمعنا الامكانيات الاقتصاديه، لو جمعنا امكانيات كل الدول العربيه تكون امكانيات هائله، تكون امكانيات دوله عظمى حقيقه يعني. 22 دوله. نعم، لدينا امكانيات اقتصاديه هائله. مثلا الدوله الاولى بالعالم في انتاج وتصدير النفط دوله عربيه. الدولة العراق هو الدولة الثانية بالعالم بالخزين النفطي. الدولة الأولى بإنتاج وتصدير الغاز هي دولة عربية. صحيح. فلدينا الإمكانيات البشرية، العقول مثلا، لدينا عقول عربية في نادلغة. كل دول العالم، في أمريكا، في أوروبا، يعني هناك أمثلة كثيرة. لا أمثلة كثيرة طبعا، كثيرة كثيرة. هذه لو جمعنا هذه الإمكانيات، نعم نكون قوة هائلة حقيقة. لابد أن احنا نتحد. حتى داخل أمريكا هتلاقي حضرتك كل مثلا مجموعة أشخاص عاملين جمعية، هنا عامل جمعية، ده عامل جمعية. احنا نجمع الناس دي كلها، نبتدي نفكر بالطريقة الديمقراطية. احنا عايشين في بلد يعني بلد جميلة، بلد فيها ديمقراطية، بلد عظمى. صرف النظر عن الإدارة السياسية، قد نتفق قد نختلف زينا زي أي حد في أمريكا. فلابد أن احنا فعلا يكون في بيننا ترابط، ويكون لنا كلمة تؤثر على القرار السياسي. إن شاء الله قضية القدس توحدنا إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور حامد بياتي، أنت نشرت 12 كتاب باللغة العربية واللغة الإنجليزية. نعم. ولك كتب يعني صادرة، والكتب في يمكن حضرتك دلوقتي حاليا بتكتب، على حسب ما عملنا الريسيرشز عندنا عرفنا ان بتكتب كتاب عن قرارات ترامب، ورغم ان ترامب لسه يعني بقاله سنه تقريبا. نعم. هو هي كتاب عن السياسه الخارجيه ترامب في السنه الاولى، السياسه الخارجيه. نعم، مقارنه بالسياسه الخارجيه للرؤساء السابقين. هو ما بيعترفش برؤساء السابقين طبعا. هو ترامب الان يعني ده يتخذ سياسات لم تتخذها الادارات السابقه سواء جمهوريه او ديمقراطيه. صحيح. يعني مثلا الان تهديد كوريا بحرب نوويه ادى ان كوريا الان تطور خلال 5 أشهر من شهر مايس الى نوفمبر تطور صواريخ بعيده المدى من 1300 كيلومتر الى 13000 كيلومتر. والان الامريكا اقتنعوا انه قادره كوريا الشماليه على ضرب واشنطن بقنبله نوويه. ولهذا الآن أعلن تيلرسون وزير الخارجية مستعدين للتفاوض مع نورث كوريا بدون شروط. طبعاً، لأنه هو يعني زي ما تقول هو رمى كلمة وهوش، زي ما بيقول كده إحنا. نعم. عندنا بالمصري. نعم. هوش. نعم. هو قال إنه راح يمحي كوريا الشمالية من الوجود، فدفع كوريا أن تسعى بتحقيق لتطوير صواريخ عابرة للقارات حاملة قابلة لحمل رؤوس نووية. وهذا والآن قالوا إحنا حققنا الأهداف. كويس. وأيضا راح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيرتمان اللي كان وكيل وزير الخارجية الأمريكية. مزبوط. وأيضا التقى بنورث كوريا بالمسؤولين وأيضا تفاوض. الآن يعني هذا يعطيك دليل أن أمريكا تحترم الدولة القوية ولا تحترم الدولة الضعيفة. هو هذا العالم، منطق القوة مع الأسف هو السائد. فلو احنا الدول العربية لو تتفق كما أشرت أنا الآن، كندا بالمناسبة غيرت سياستها، ورئيس وزراء الكندي الجديد سياسته معتدلة تماما خصوصا تجاه العرب والمسلمين، واضحة يعني. فقصدي نحن لما نكون أقوياء نحصل على الاحترام أكثر مما نكون ضعفاء. حضرتك الكتب أنت أصدرت الكتاب يمكن هنا في أمريكا، هل كان في معارضات مثلا، أو هل لقيت مثلا في نوع من أنواع المقاومة أن كتابك يخرج للنور؟ لا بالعكس حقيقة، أنا كتابياً الآن، وهذا الكتاب الثالث لي في أمريكا، طبعاً لما كنت سفير كنت مشغول، هذا الكتاب الأول. أيوة. من
من الدكتاتورية إلى الديمقراطية from dictatorship to democracy. شرحت مسيرة المعارضة العراقية وكيف استطاعوا يعني تجنيد الرأي العام العالمي ضد ما حدث خصوصا غزو الكويت. غزو الكويت أدى إلى تمزيق العرب لأن 10 سنين الجامعة العربية لم تجتمع وانشق العرب بين مؤيد ومعارض وكان يعني عمل حقيقة يعني كتاب من الدكتاتورية للديمقراطية الديمقراطية عن العراق مسيرة العراق ده باللغة الإنجليزية والكتاب كويس. الثاني هو عن الإرهاب قضية القاعدة وداعش New strategy for counterterrorism why the world failed to defeat Al-Qaeda and ISIS. حقيقة هذا الإرهاب والتطرف يعني أساء للعرب وللمسلمين لأن أصبحنا نتهم أننا وراء التطرف وأننا وراء الإرهاب. طب في رأي حضرتك من هم داعش؟ يعني مين داعش؟ داعش أولا هذه قضية لازم أذكرها بالكتاب ذكرتها. بدأت القضية حينما غزا صدام الكويت. أسامة بن لادن في ذلك الوقت كان في أفغانستان أعلن رفضه لنزول القوات الأمريكية في السعودية التي أراد أن تحرر الكويت. كويس. لأنه هذا اعتبر احتلال لأراضي كويس. الكويتية. لا أراضي السعودية مكة والمدينة أراضي مقدسة. فعلن الحرب على الغرب. ثم القاعدة في العراق مصعب الزرقاوي والقاعدة في العراق تطورت إلى داعش. هذه القضية لازم نعرف أنه لولا غزو الكويت لما حصلت القاعدة ولولا القاعدة لما حصلت داعش. يعني القاعدة في العراق بقيادة مصعب الزرقاوي هو الذي تطور فيما بعد إلى داعش. إلى داعش. نعم. وداعش أعتقد أن هم لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا بأي ديانة. لا يعني سلام علاقة بأي دين رغم أنه. ولكن في سؤال يمكن محير. نعم. هم أخيراً. صدر أو سمعنا أن أن سوريا والعراق تحرروا كاملا من داعش. العراق نعم تحرر كامل لكن سوريا لا زال فيها ولا زال فيها بعض نعم. مثلا في على الأقل كان في 40-50 ألف داعشي ولو يعني زي ما بنقول أين ذهبوا؟ بعض منهم رجع إلى اللي جوي من الخارج بعضهم رجع إلى دولهم في أوروبا لأن أوروبا خايفة من الذين رجعوا يعني هناك في كل دولة من دول الأوروبية مئات من الناس الذين قاتلوا رجعوا وقسم منهم أيضا ذهبوا إلى دول أخرى بعضهم ذهبوا إلى ليبيا يعني ليبيا وضعها أيضا لا زال غير مستقر يعني الناس دي موجودة نعم وقد تكون نعم قنابل موقوتة نعم كثير منهم موجودين وبعضهم سيتحرك في أفريقيا أنا يعني كتبت ستكون لهم مناطق آمنة جيوب آمنة في ليبيا في أفريقيا مثل نيجيريا الآن في هناك نشاط في الفلبين أبو سياف هناك تحرك والدول أخرى أيضا طيب إحنا أستاذ حضرتك إحنا نقرأ كتب دي شوية ويبقى لنا لقاء آخر إن إحنا إن نناقش ما في هذا الكتاب ولكن سؤالي الأخير لحضرتك نعم أين العراق الآن وإلى يعني مستقبل العراق بعد التخلص من داعش هو مرحلة بناء ومرحلة مصالحة وطنية لأنه داعش خلق إسفين بين أبناء الشعب العراقي الواحد حاجز فعلا فالآن مرحلة بناء والعراق سيعود إلى العالم العربي العراق بلد عربي وجزء من الأمة العربية ويدعم القضية الفلسطينية ترى أن العراق متحد؟ نعم حاليا دلوقتي نعم. طوائفه نعم. بدأت تتفق العراق عاش الشعب العراقي عاش لمئات السنين نعم هناك يعني حالات طارئة لكن هذه جلبتها القاعدة والقاعدة في العراق وداعش لكن كشعب زي المصريين أو زي أي شعب عربي عايشين ومتزوجين يعني نرى مستقبل مطمئن للعراق الحمد لله أنا أطمئنك وأطمئن المشاهدين أنه إن شاء الله سيكون مستقبل واعد وإن شاء الله الشعوب العربية تجتمع مرة أخرى ويعود العزة الذي كان ويمكن قضية القدس تكون هي زي ما حضرتك قلت هي قضية لا توحد لأنه هي قضية مقدسة في نفوسنا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين وحصل المعراج من القدس وليس من مكة سبحان الذي أسرى بعبد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذه حكمة لكي يرينا الله كيف هناك قدسية خاصة للقدس وهي مقدسة ليست للمسلمين فقط وخطوات منها كنيسة القيامة فعلا وخطوات أخرى حائط الغرب لليهود يعني هو مكان مقدس لكل الأنبياء ولكل الأديان
أنا بشكر سعادة السفير حامد البياتي الممثل الدائم للأمم المتحدة للجمهورية العراقية السابق والمدرس بفوردهام يونيفرسيتي. بشكر حضرتك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. ابقوا معنا.